بسم الله الرحمن الرحيم. طلبة أولى طب الأعزاء، أهلا بيكم في أولى موضوعات الفارماكولوجي. إن شاء الله هنحاول مع بعض نبسط المحاضرات اللي بتاخدوها ونفهمها لكم ونوصل لكم المعلومة بطريقة تساعدكم على المذاكرة. إن شاء الله هنبدأ بأول موضوع اللي هو الانترودكشن، مقدمة لمادة الفارماكولوجي. بداية، what is the pharmacology؟ تعريف الفارماكولوجي تعرفها: it is the study of how drugs affect a biological system. كلمة biological system يعني خلية حية. المادة الكيميائية اللي هتأثر أو دراستنا لتأثير المواد الكيميائية على الخلايا الحية، ده اسمه pharmacology. وطبعا عشان الكلام يبقى أكثر تحديدا، احنا مش بندرس تأثير أي مادة كيميائية وخلاص، احنا بندرس حاجة اسمها drugs، الأدوية اللي هنعرف تعريفها دلوقتي. وبالمناسبة كلمة فارماكولوجي جاية من كلمة في اللغة الإغريقية، حاجة اسمها فارماكون يعني دراج، وليجن يعني تو سبيك، اللي هي فارماكولوجي يعني سبيكينج اباوت دراجز، دي معناها يعني باللغة الإغريقية. لكن مجازة احنا بنقول عليها اللي هي علم الأدوية. طيب هو ايه الدراج؟ تعريف الدراج، ودي مهمة بقى التعريف ده، هو والتعريف اللي فات دول مهمين ساعات ممكن تتسألوا فيهم. تعريف الدراج هو عبارة عن chemical agents، يعني مواد كيميائية ذات interact، تتفاعل مع specific target، يعني حاجات معينة داخل الجسم molecules in the body producing a biological effect. يبقى هي عبارة عن مواد كيميائية تتفاعل أو يحصل ما بينها interaction ما بينها وما بين حاجة اسمها targets. الكلام ده هنعرفه إن شاء الله قدام، يعني ما تتخضوش من المصطلحات دي. تارجت مولكيولز اللي هي بتبقى بنقول عليها ريسبتورز، هنعرف الكلام ده بعد شوية، عشان تدي في النهاية ابيولوجيكال افكت، تدي تأثير. في تعريف تاني يعني لو حابين نختصر الكلام ده، اني كيميكال ايجنت ويتش افكت اني بيولوجيكال بروسيس، يعني ده برضو نفس المعنى بس بتعريف تاني. يعني الدراج ده فايدته انا بستخدمه ليه؟ تو بروفايد، عشان استفيد منه او عشان يديني ميثود فور تريتمنت او بريفنشن او دايجنوزيس اوف ا ديزيز. يعني انا عندي مرض، ممكن بستخدم الدراجز دي يا اما للعلاج، طبعا ده الهدف الاساسي من الادويه، انا بديها للشخص عشان اعالج المرض اللي عنده، ولكن في بعض الاحيان ممكن الادويه استخدمها للبريفنشن، ان انا امنع بيها بعض الامراض، او ان انا استخدمها فور دايجنوزيس. طيب امنع بعض الامراض زي ايه؟ دي بنسميها احنا بروفيلاكسس، يعني علاج وقائي. زي مثلا لما بدي شخص مثلا تطعيم، التطعيم اللي بياخده ده مثلا ده وقاية، انه بيقي من حدوث المرض، فدي بتندرج تحت مسمى الدراجز. او فور دايجنوزيس، في بعض المواد الكيميائية باخدها بتدخل جوه جسمي بشخص بيها امراض معينة، زي حاجة اسمها الصبغة، أشعة، يمكن سمعتوا عن الكلمة دي، يقول لك ده عمل أشعة بالصبغة، خد مادة كيميائية وعملنا له أشعة فطلعت بلون معين كده في الأشعة، دي اسمها الصبغة، صبغت مكان معين في الجسم. دي أنا استخدمت المادة الكيميائية دي عشان أشخص بيها مرض. يبقى كل ده المواد الكيميائية اللي هستخدمها في التشخيص أو في الوقاية أو في العلاج هيبقى برضو تندرج تحت تعريف الكيميكال ايجنتس اللي احنا بنقول عليها دراجز. طيب الأدوية اللي احنا هندرسها دي بتشتغل أو أغلبها يعني بيشتغل عن طريق حاجة اسمها ريسبتورز، مستقبلات اللي احنا قلنا عليها اللي هي تارجت مولكيولز، اللي هي بيدخل الدواء جوه الجسم بيدور عليها عشان يمسك فيها، ودي تستقبله وتبدأ تترجم إلى تأثير يبان على الشخص. خلي بالكم من حاجة، أنا جوه جسم في بعض المواد الكيميائية بتمسك في الريسبتورز دي، زي مثلا الهرمونات، انا طبيعي في جسم هرمونات بيمسكوا في الريسبتورز، ولو اديت انا دواء من بره ممكن يمسك في نفس الريسبتور اللي بيمسك فيها الهرمون. نفس الكلام حاجه اسمها نيورو ترانسميتر، النواقل العصبيه، ودي هنعرفها قدام شويه، حاجه اسمها اوتاكويدز، ده شابتر كبير هندرسه ان شاء الله في سنه اولى باذن الله. وحتى كمان التوكسينز، كلهم دول بيدوا تأثيرات في الخلية عن طريق يمسكوا في حاجة اسمها ريسبتورز أو اللي هي المستقبلات، ودي هنتكلم عنها بعدين بالتفصيل. branches of pharmacology، الفارماكولوجي دي بتشمل branches تحت تندرج تحتيها حاجة اسمها pharmacokinetics وpharmacodynamics pharmacotherapeutics pharmacogenetics. طبعا في برانشات تانية بس يعني مش موجودة هنا.
الفارماكوكاينيتكس، ودي تعريفها مهمة وبيتكرر كتير في الامتحانات، خلي بالكم منه، هو تأثير البادي على الدرج. يعني أنا لما باخد دواء ويدخل جوه جسمي، الجسم هيعمل إيه في الدواء؟ دي اسمها فارماكوكاينيتكس، ودي اللي هي بنقول عليها رحلة الدواء داخل الجسم من بداية دخوله إلى نهاية تواجده داخل الجسم وخروجه بره الجسم. ودي بتشمل 4 خطوات هنعرفهم إن شاء الله تباعا، حاجة اسمها absorption، distribution اللي هو الميتابوليزم، اند اكسكريشن. الابزوربشن اللي هو الامتصاص، distribution التوزيع، الدواء يتوزع جوه الجسم ويروح للأنسجة المختلفة، بعد كده يحصل له عملية تكسير ميتابوليزم، بعد كده يحصل له عملية إخراج اللي هي الإكسكريشن. بينما عملية الفارماكوداينامكس اللي هي تأثير الدواء على الجسم، يعني الدواء ده لما بيدخل جوه جسمي هيعمل إيه في الجسم؟ إيه اللي هيغيره؟ إيه الحاجات اللي هيعملها عشان يديني تأثير في النهاية وأعالج المرض؟ يبقى أنا كده في علاقة ما بين الدواء وما بين الجسم، إن ممكن تأثير الدواء على الجسم دي بسميها داينامكس، بينما تأثير الجسم على الدواء دي بسميها الفارماكوكاينيتكس. وعشان ما ننساش افتكروا كده ان فارماكو دايناميك بتبدأ بحرف الدي، يبقى دي تأثير الدرج على البادي. الفارماكوكاينيتكس زي ما قلنا بتشمل 4 بروسيسز: absorption, distribution, metabolism, excretion. بينما الفارماكو داينامكس دي بتبقى بقى عبارة عن تأثيرات الدواء على الجسم في صورة الريسبتور انتر اكشنز، تفاعل الدواء مع الريسبتورز، الثيرابيوتيك اكشنز يعني التأثيرات العلاجية اللي هيديها الدواء، التوكسيك اكشنز الآثار الجانبية السيئة اللي ممكن تظهر من الدواء. في بعد كده فارماكو ثيرابيوتكس، ودي ذا ستادي اوف ذا يوز اوف دراجز، دي بقى بنسميه احنا بالعربي فن استخدام الأدوية، بمعنى ان احنا بندرس الأدوية، بندرس كل تفاصيلها. لما نيجي بقى نطبق الأدوية، استخدام الأدوية دي في العلاج، دي بسميها فارماكو ثيرابيوتكس. يعني انا درست الادويه وتمام التمام، جالي العيان ايه بقى اللي استخدمه من الادويه، اختار انهي دواء، وعلى اساس ايه اخترت الدواء ده، ده اسمه ستادي اوف ذا يوز اوف دراجز، فن استخدام الدواء. فارماكو جينيتكس دي اللي هي عباره عن تاثير الجينات على تاثير الدواء، ودي طبعا علم كبير خالص، بنشوف هل الجينات، اختلاف الجينات يؤدي الى اختلاف في تأثير الدواء. اه طبعا، ودي هنعرفها بعدين ان شاء الله، وده اللي بيؤدي الى حدوث variation في الدراج ريسبونس، ان في اختلافات في الدراج ريسبونس. انا لو جيت دواء معين واديته لعدد من الناس، جبت 100 عيان واديتهم نفس الدواء بنفس التركيز وحبيت اقيس التأثير، هل التأثير هيطلع متساوي وبنسبة 100%؟ لا، لازم يبقى في شوية اختلافات ولو بسيطة جدا ما بين العيانين اللي انا جبتهم دول. طب الاختلافات دي ايه اسبابها؟ في اسباب كتيرة طبعا، منها الايج والسكس والويت وحاجات كتيرة خالص، بس من ضمن الحاجات دي الجينات، اختلاف الجينات ما بين الانديفيديوز. في بعد كده عندنا برانش اسمه توكسيكولوجي، بس ده مش بندرسه احنا بالتفصيل، لكن هو تبع الفارماكولوجي، بس انتوا هتدرسوه في مكان تاني في مادة تانية اللي هي الطب الشرعي والسموم ان شاء الله. دي بندرس بقى الساينز اوف بويزنز، السموم بقى، السموم بانواعها بما فيهم الادويه. خلي بالكم الدراجز لما جرعتها تزيد عن الحد تتحول الى مواد ضاره، وقد تتحول الى بويزن ويبقى ليها اثار جانبيه سيئه. انا لما بدرس بقى الاثار الجانبيه السيئه للادويه دي تندرج تحت العلم اللي اسمه توكسيكولوجي اللي هو علم السموم. الفارماكوكاينيتكس بنكرر الكلام تاني، عرفنا تعريفها ايه هي، وعرفنا بتشمل 4 بروسيسز، ودي هنتكلم عنها ان شاء الله تبع الجنرال فارماكولوجي، هنتكلم بالتفصيل عن الفارماكوكاينيتكس، والفارماكوداينامكس هنتكلم عنها بالتفصيل. في بعد كده تعريفات مهمة جدا جدا جدا، حاجة اسمها الانديكيشنز والكونترا انديكيشنز. انديكيشنز بالعربي يا دكاترة اللي هي دواعي الاستعمال، يعني الدواء ده ايه الحالات اللي ممكن استخدمه فيها، بيبقى مكتوب مع كل دواء الدواء ده بيستخدم فيه 1 2 3 4، دي اسمها دواعي الاستعمال اللي هي الكونديشنز ذات انيبل ذا ابروبريت ادمنستريشن اوف ذا دراج، اللي هي الحالات اللي بتستدعي استخدام الدواء في هذه الحالة. طبعا الانديكيشن دي بتبقى مين اللي بيحدد، او مين اللي بيقول، او مين اللي بيصرح باستخدام الدواء في هذه الانديكيشن.
منظمة الـ FDA اللي هي Food and Drug Administration. المنظمة دي موجودة في أمريكا طبعا، وهي اللي بتدي تصريح استخدام الدواء. يعني أنا لو في مادة كيميائية اكتشفناها جديد، دواء مثلا بيعالج مرض السكر مثلا، ما ينفعش إن هو ينزل في السوق كده وخلاص، لازم منظمة الـ FDA، وفي منظمات مشابهة ليها في بعض الدول الأخرى يعني، ولكن هي أكبر واحدة على مستوى العالم اللي هي الـ FDA. بتاخد المادة الكيميائية دي وبتجربها زي ما هنشوف إن شاء الله النهاردة في الشرح، مراحل اللي بيمر بيها الدواء عشان يصرح باستخدامه بيعدي بمراحل كتيرة واختبارات كتيرة على حيوانات تجارب، وبعد كده بجربه على بني آدمين. والله لو عدى من الاختبارات دي وثبت فاعليته وثبت أمانه إن هو مش ضار للإنسان، فخلاص ممكن ياخد تصريح بان هو ينزل في السوق. ساعتها بقى ينزل في السوق، وده اسمه كده FDA approved، يعني ده اخد الابروفال من منظمة الـ FDA. في المقابل الـ contra indications بقى اللي هي الـ conditions that make it inappropriate to give the drug، يعني ما ينفعش ادي الدواء في الحالات دي. في بعض واحنا بندرس كده ان شاء الله هتلاقي يقول لك الدواء ده ممنوع استخدامه في الحالات الاتية 1 2 3. ليه بقى؟ لان انا او جت منين الحكايه دي، لان هو هيبقى ضار في هذه الكونديشنز. بمعنى ان انا لو اديته بريدكتابل هارمفول ايفنت، يعني حاجه هارمفول مضر للعيان، ويل اوكير اف ذا دراج از جيفن ان ذيس سيتويشن، وعشان انا عارف ان هو هيبقى ضار في هذه الحاله فدي سميتها، فبالتالي ما ينفعش ان انا اديه في هذه الحاله، وبالتالي دي اسمها كونترا انديكيشن، موانع الاستعمال. خلي بالكم من المصطلحات دي عشان بتيجي كتير في الامتحانات في الامتحان العملي بالذات، وبتبقوا مش عارفين يعني ايه انديكيشن ويعني ايه كونترا انديكيشن. سايد افكتس وادفيرس رياكشن دي هنتكلم عنها بالتفصيل في الفارماكو داينامكس، بس اللي هي مجازة بنقول عليها الاعراض الجانبية للدواء. يعني الدواء ده انا بديه عشان مثلا يعالج الضغط او يعالج مرض السكر، ممكن يحصل منه شوية تأثيرات غير مرغوب فيها، دي بنسميها احنا الادفيرس افكتس او السايد افكتس اللي هي ذا دراجز ان توورد او ان ديزايربل او ان ديزايرد افكتس، التاثيرات الغير مرغوب فيها. يعني انا بدي دواء مثلا بيعالج السكر ممكن يعمل لي اسهال دايريه مثلا، طب انا بديه للعيان عشان يعمل اسهال؟ لا، انا بديه عشان يعالج السكر ويظبط السكر بتاع العيان، بس حصل منه اسهال، ده بنسميه عرض جانبي او تأثير جانبي غير مرغوب فيه، بس انا بيحصل او بيحصل غصب عني مع استخدام الدواء. الادوية يا جماعة اللي احنا بنستخدمها دي ايه المصدر بتاعها؟ يعني احنا بنجيبها منين؟ اغلب الادوية بتبقى سينسيتك، يعني انا مصنعها في المعمل، عندي مواد كيميائية جبتها وصنعت في المعمل الدواء، وده اسمه سينسيتك. ولكن في بعض الأدوية بيبقى المصدر بتاعها نباتي بلانتس، زي دواء اسمه الأتروبين. الأتروبين ده دواء المصدر بتاعه بستخلصه من نبات. النبات ده مثلا اسمه أتروبا بيلادونا، ده نبات بجيبه بستخلص منه بطرق معينة، بطلع منه مادة الأتروبين اللي هي بعد كده بعمل لها بيوريفيكيشن، وبعمل لها تركيز وتتركز وتحولها لبودرة وتنزل في صورة دواء أقراص مثلا أو حقن أخدها. أو إن ممكن يكون مصدر الدواء مصدر حيواني أنيمالز، وطبعا دي كانت زمان، يعني زي مثلا الثيروكسين هرمون الغدة الدرقية والإنسولين هرمون اللي هو الإنسولين، كانوا زمان بيستخلصوه من الحيوانات زي الخنازير وزي البقر، كان ممكن بيجيبوا الحيوانات دي ويذبحوها ويطلعوا الغدة الدرقية ويستخلصوا منها الهرمون الغدة الدرقية ويعملوه كدواء، أو ياخدوا البنكرياس ويطلعوا منه الإنسولين وبرضه يعملوه في صورة دوائية ويبقى في صورة دواء. بس ده كان زمان لغاية لما طلعت التكنولوجيا الجديدة اللي هي الجينيتك انجينيرينج، فبدأ ممكن أصنع الهرمونات دي خاصة الإنسولين، ممكن أصنعه بواسطة الهندسة الوراثية من مايكروبس، من بكتيريا زي البكتيريا اللي هي اسمها الإي كولاي أو اليست الفطريات. إن أنا طبعا عارفين القصة دي، يعني أنا هقولها باختصار بس يعني للفهم، يعني إن أنا بجيب البكتيريا معينة زي الإي كولاي وبطلع منها حاجة اسمها البلازميد، ده بيبقى فيه الدي إن إيه بتاع البكتيريا، وباجي في خلية من الهيومن باخد الهيومن انسولين جين، بشوف الجين المسؤول عن تصنيع الانسولين،
وعن طريق الهندسة الوراثية بلزق الجين بتاع الهيومن في الجين بتاع البكتيريا ورجعه تاني للبكتيريا. البكتيريا تبدأ تتكاثر وتنقسم بسرعة، أبدأ بقى وتبدأ طبعا تعمل عملية ده دي ان ايه، تعمل له عملية ترانسكريبشن وثم ترانسليشن، تحوله الى بروتين فتطلع لي انسولين. اروح انا واخد الانسولين ده واعمل له بيوريفيكيشن واحطه في ازايز زي كده وخلاص، ويبقى جاهز ان هو يبقى دواء وينزل في السوق. يبقى هنا عندي الهيومن انسولين كمثال على الميكروبس. وطبعا عندي ده حاجة مشهورة خالص اللي هو البنسلين. البنسلين ده انتي بكتيريال دراج، دواء مضاد حيوي بيموت البكتيريا. المصدر بتاعه فطر وجدوا ان هو بيصنع البنسلين، راحوا خدوه وبدأ يبقى يستخدموه كانتي بكتيريال دراج. دي السورسز اوف دراجز، خلي بالكم منها مهمة وبتيجي اسئلة. خلي بالكم الانسولين ليه مصدرين، مصدر انيمال سورس ده كان زمان بس حاليا بطل، حاليا هيومن انسولين وده اللي بصنعه عن طريق الجينيتك انجينيرنج. وخلي بالكم هنا هيومن انسولين المقصود بيها ان المصدر بتاعه مش ان انا جايب انسان وواخد البنكرياس بتاعه موته وخدت البنكرياس بتاعه عشان اطلع الانسولين اللي فيه، لا، المقصود بكلمة هيومن انسولين ان انا الانسولين اللي طالع عندي ده زي بالظبط، او انا مصنعه بحيث ان هو يبقى بالظبط زي الانسولين اللي موجود في الهيومن، لان الانسولين اللي مصدره حيواني الانيمال بيبقى فيه مختلف في الامينو اسيدز اللي فيه في التركيب بتاعه، اختلاف بسيط عن الهيومن، اكيد مش هيبقى زي الهيومن يعني، ولكن هو مشابه قوي لبتاع الهيومن. لكن الهيومن انسولين ده معناه ان هو انسولين مشابه بنسبة 100% للانسولين اللي موجود داخل الهيومن. مصدره ايه؟ انا مصنعه بالجينيتك انجينيرنج بس انا جايبه من ميكروبس، من ميكروبات سواء بكتيريا او فطريات. كلاسيفيكيشن اوف دراجز، احنا طول ما احنا بندرس الفارماكولوجي هنلاقي ان الادويه دي بنجمعها كده في كلاسس، دراج كلاسس يعني ايه؟ يعني جروبس، مجموعات. هنلاقي مثلا ممكن نجمع الادويه او نقسمها على حسب الكيميكال ستراكشرز، زي ادويه بنقول عليها كاتيكول امينز ونون كاتيكولامينز. دي تقسيمه هنعرفها ان شاء الله في الاوتونوميك نيرفس سيستم ان شاء الله السنه دي بس قدام شويه. ادويه بتتشابه في التركيب الكيميائي سميتها كاتيكول امينز لان هم فيهم في التركيب الكيميائي بتاعهم حاجه مشتركه اسمها كاتيكول رينج، فرحت ضمتهم مع بعض كل الادويه اللي فيها الكاتيكول رينج دي سميتهم كاتيكول امينز. او ممكن اقسمهم على حسب المين افكت، يعني ايه؟ يعني التاثير، يعني الادويه دي مثلا ليها تاثير انالجيزيك، مسكن للالم، فهسميهم انالجيزيكس، مسكنات الالم. او ممكن استخدمهم على حسب او اقسمهم على حسب الثيرابيوتيك يوز، الاستخدام، زي مثلا مضادات الاكتئاب انتي ديبريسنتس، هي الادويه دي كلهم بيستخدموا في علاج الديبريشن فسميتهم انتي ديبريسنتس. او ممكن اقسمهم على حسب الميكانيزم اوف اكشن، يعني مثلا سيروتونين اجونست، ادويه كلمه اجونست دي هنعرفها قدام شويه معناها ادويه بتحفز السيروتونين ريسبتورز. السيروتونين دي، السيروتونين ده حاجة مادة نيورو ترانسميتر موجود داخل الجسم بيشتغل على ريسبتورز، الأدوية اللي بتحفز الريسبتورز بتاعته اسمها سيروتونين أجونست وغيرها من التقسيمات، بس دي مثال يعني على التقسيم. نيجي بقى لحتة مهمة خالص 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 اللي هي الدراج نومن كليتشر، تسمية الأدوية. الدواء بتاعنا يا جماعة عادة بيبقى ليه تلات أسماء، تلات أسماء: كيميكال نيم، جينيريك نيم، تريد نيم. ونركز شويه في الحته دي عشان التعريفات دي بتيجي كتير في الامتحان. كيميكال نيم يعني الاسم الكيميائي للدواء، وده بيصف الكيميكال ستراكشر بتاعه، وده بيبقى اسم طويل جدا والحمد لله احنا مش مطالبين بيه ومش بنحفظه، ده بيدرسوه زمايلكم يعني في كليه صيدله. زي مثلا الاسم ده، ده اسم كيميائي، كيميكال نيم 7 كلورو مش عارف ايه داي هيدرو، طبعا احنا مش هنحفظه بس نعرف ان ده اسمه كيميكال نيم لدواء. الجينيريك نيم بقى، وده المهم قوي، كلمه الجينيريك نيم ده هو الاوفيشيال دراج نيم، ده الاسم الرسمي بتاع الدواء اللي هو زي ما بيقولوا كده اللي هو بيتسجل، زي ما بيتسجل اسمك في شهاده الميلاد كده، انت ليك اسم واحد فقط جينيريك نيم. الجينيريك نيم ده هو الاوفيشيال نيم assigned by the manufacturer، يعني اللي سماه، اللي اكتشف الدواء او اللي صنعه. يعني انا دلوقتي رجيت اكتشفت ماده كيميائيه جديده انا هسميها،
وهيبقى ابروفد باي ذا لوكال ريجيولاتوري اوثوريتي. يعني بيبقى فيه يا جماعه منظمات لتسميه الدواء، مش الموضوع مش كده وخلاص، يعني مش اي حد يطلع في دماغه اسم للدواء اروح مسميه، لا ده بيبقى يعني موضوع كبير جدا وقصه يطول شرحها. يعني المهم ان في منظمات رسميه منوط بيها تسميه الدواء، وبتدي الدواء وان جينيريك نيم، هو كل دواء ملهوش غير جينيريك نيم واحد، وهو ده اللي بندرسه احنا في الفارماكولوجي، مش بندرس اي اسماء تانية. في بعد كده التريد نيم. التريد نيم دي معناها الاسم التجاري للدواء اللي هو البراند او البروبريتري نيم، ده اللي هو ذا نيم يوزد تو ماركت ذا دراج، وده بيبقى خاضع لحقوق الملكية الفكرية. بمعنى ايه؟ بمعنى انا دلوقتي عندي مادة كيميائية بتعالج الضغط مثلا، المادة الكيميائية دي خدتها شركة راحت سميتها ده اسم معين على حسب هي تحب تسميه ايه، وشركة تانية خدت نفس المادة الفعالة دي وراحت سميتها بس تحت مسمى تاني، وشركة تالتة خدتها راحت سميتها تحت مسمى تالت، فهتلاقي ان نفس الجينيريك نيم بس ليها اكتر من تريد نيم في السوق. يعني لو ادينا مثال يا جماعة، مادة جينيريك نيم لمادة كيميائية اسمها باراسيتامول، باراسيتامول ده الاسم الجينيريك، يعني مفيش دواء تاني هيبقى اسمه باراسيتامول، خلاص هي المادة الكيميائية دي أطلقنا عليها باراسيتامول. لكن الباراسيتامول ده ممكن تاخده شركة تسميه بنادول، شركة تانية تسميه بارامول، لكن هي نفس المادة باراسيتامول، لكن الشركة دي راح تسميته بارامول، شركة تالتة سميته أبيمول. يبقى كده يا دكاترة نفس المادة الفعالة جينيريك نيم وجد منها أكثر من تريد نيم. احنا طبعا مش بندرس التريد نيمز دي، ما تهمناش، احنا بندرس المادة الفعالة، وانت لما تتخرجوا بعد كده وتعرفوا الاسماء التجارية هي دي اللي هتتعاملوا معاها، بس خلاص تبقى انت عارف ان دي فيها جينيريك نيم اسمه باراسيتامول، واللي انت درسته اللي هي بيتميز بكذا وكذا، والانديكيشنز بتاعته والكونترا انديكيشنز والميكانيزم اوف اكشن، ده اللي احنا هندرسه في الفارماكولوجي. وطبعا التريد نيم ده المقصود بكلمة ان هو بروتكتد باي كوبي رايت، يعني خاضع لحقوق الملكية الفكرية، يعني الشركة اللي سميته بنادول ما ينفعش تيجي شركة تاني وتروح مسميها بنادول برضو، لا ده كده هي سرقت الاسم، كل اسم الشركة بتسميه بتسجله عشان محدش يسرق الاسم منها، ويبقى ده ليه علامة مسجلة كده في السوق ان ده بتاع الشركة الفلانية. في مثال موجود عندكم اللي هو دواء اسمه فاليوم، ده الاسم التجاري براند نيم او التريد نيم، لكن الجينيريك نيم اللي يهمنا احنا مادة اسمها دايازيبام، والدايازيبام ده الاسم الكيميكال نيم بتاعه اللي هو الاسم الطويل ده. في حاجة ساعات بتلاقوا كده الدواء مكتوب اسمه دايازيبام وموجود جنبه يو اس بي، يو اس بي دي اختصار يونايتد ستيت فارماكوبيا، فارماكوبيا اللي هو حاجة اسمها دستور الأدوية الأمريكي، يعني يونايتد ستيت فارماكوبيا ده حاجة اسمها دستور الأدوية الأمريكي. في بريتش فارماكوبيا تبقى بي بي، وكل دولة كبيرة طبعا بيبقى ليها حاجة اسمها الدستور الأدوية بتاعها، يعني الدستور ده بيبقى زي مرجع كده في كل الأدوية اللي موجودة في السوق الأمريكي أو اللي موجودة في السوق البريطاني أو في السوق الهندي على حسب كل دواء والدستور بتاعها. مصر فيها دستور برضه اسمه دستور الأدوية المصري، بس طبعا يعني مش واخد شهرة أو مش مهتمين بيه أوي. يعني ده مثلا الفاليوم، الفاليوم ده الاسم اللي هو التجاري، وهتلاقوا دايما جنبيه حرف الار اللي هو بتاع كوبي رايت، يعني محدش يقدر شركه ما تجيش تاني تاخد الاسم ده وتسميه فاليوم برضو. الدايزيبام ده اللي هو بين قوسين ده اللي هو الجينيريك نيم او اللي هو الاسم العلمي بتاع الدواء. دايما التريد نيم بيبقى مكتوب بخط كبير وواضح كده، الجينيريك نيم بيبقى مكتوب تحتيه بخط اصغر شويه، زي هنا كده بارامول وباراسيتامول. رولز اوف دراج ادمنستريشن دي مش هنتكلم عنها بالتفصيل طبعا، لان هي ليها سيكشن مخصوص هيتشرح بيه كل الرولز اوف دراج ادمنستريشن اللي هي الطرق المختلفه اللي انا بدي بيها الدواء للعيان. ممكن ادي الادويه اورالي، ودي بتختصر في حرف البي او او بير اوس، يعني عن طريق الفم، دي كلمه لاتيني معناها عن طريق الفم. اي في يعني انتروفينوس، يعني حقن في الوريد. اي ام يعني انترا ماسكولار، ودي معناها حقن في العضلات. سبكوتينيوس يعني حقن تحت الجلد، في السبكوتينيوس تيشو. انترا بريتونيال يعني حقن في البريتونيال كافيتي. كل ده هتسمعوه في العملي، لكن هي يمكن اللي ممكن ما تسمعهاش في العملي حاجه اسمها انترا سيريبرو فينتريكولار، يعني بحقن الدواء بتاعي في الفنتريكل اوف ذا برين. الفنتريكلز بس عشان تبقوا متخيلين، ادي البرين بيبقى جواه
تجاويف او حاجه اسمها فينتريكلز، ودي بتبقى ماشي فيها فلويد اسمه سيريبرو سباينال فلويد اللي هو السائل النخاعي الشوكي. فانا ممكن بعض الادويه او في بعض الحالات الجا ان انا ادخل بابره من بره، طبعا طبعا دي موضوع يعني مش سهل، يعني الابره تدخل معايا لغايه الفينتريكل جوه هنا واحقن الدواء بتاعي عشان يمشي في السي اس اف ويتوزع لكل خلايا البرين. ده طبعا بيبقى في بعض الحالات زي الادويه المضاده للسرطان، لو في واحد عنده سرطان في المخ ممكن اديهوله عن طريق عن طريق الفينتريكلز، او بعض الادويه المضادات الحيويه لو واحد عنده سي ان اس انفكشن جامده ممكن اديله مضاد حيوي يموت البكتيريا اللي موجوده في البرين. بعد كده في شويه تعريفات ريليتد للدراج فورميوليشن، يعني الدراج الفورميولا بتاعته او الصوره اللي موجود عليها ايه هي. حاجه اسمها الدوزج، الدوزج اللي هي الجرعه، ودي المفروض ان احنا بنحسبها على حسب الوزن، يعني اقول ان العيان ياخد قد ايه من الدواء، ياخد كام ملي جرام لكل كيلو جرام. يعني لو عيان وزنه مثلا 10 كيلو او وزنه 20 كيلو او 40 كيلو، انا كل بضرب الملي جرام في الكيلو جرام. يعني مثلا الدواء ده مكتوب ان هو عشان يعالج المرض الفلاني لازم المريض ياخده بجرعة 5 ملي جرام لكل كيلو جرام مثلا. طب انا دلوقتي العيان بتاع وزنه 100 كيلو، يبقى ايه؟ يبقى 5 ملي جرام لكل كيلو، يبقى ياخد كام العيان ده؟ اضرب في 100، يبقى عايز 5 في 100 يبقى 500 ملي جرام. يبقى العيان اللي وزنه 100 كيلو ياخد 500 ملي جرام. طب عيان وزنه 50 كيلو، يبقى اضرب 5 في 50 يبقى ياخد 250 ملي جرام. وده الطريقة الدقيقة لإعطاء الأدوية، إن هي تبقى محسوبة على حسب الوزن، ما نديش الدواء كده وخلاص اللي وزنه 100 كيلو زي اللي وزنه 50 كيلو زي اللي وزنه 10 كيلو، لا، بتبقى المفروض من حيث الدقة دي طريقة أحسن. ودي بتبقى معروفة، بتيجي من الأبحاث العلمية، يقول لك مثلا البكتيريا دي واحد عنده بكتيريا الانفكشن، عشان تموت البكتيريا محتاج ادي المضاد الحيوي ده بجرعة مثلا زي ما قلت 5 ملي جرام لكل كيلو جرام بس، وانا ادرب مع نفسي على حسب وزن العيان. دوزج فورم دي ليها سيكشن مخصوص اللي هي الصور اللي موجود عليها الدواء، يعني المادة الفعالة دي انا ممكن اخدها اعملها في صورة اقراص او اعملها في صورة كبسولات او اعملها في صورة مرهم او اعملها في صورة كريم او اعملها في صورة شراب، كل دي اسمها دوزج فورم لنفس المادة الفعالة. دي طبعا بتفرق على حسب العيان هو ياخدها ازاي، ايه الاسهل بالنسبة له، ايه المناسب بالنسبة له، طبعا الدكتور هو اللي بيحدد الدوزج فورم. كونسنتريشن اللي هو تركيز الدواء، يعني الدواء بتاعي ده تركيزه قد ايه، كام ملي جرام في الملي، ودي بتبقى مشهورة اكتر في الادوية اللي هي الشراب. يعني هتلاقي مثلا دواء بغض النظر عن اسمه الازازة دي 120 ملي، طب تركيز الدواء فيها قد ايه، هتلاقي مكتوب اسم الدواء، طبعا ده خلاص اتفقنا ده التريد نيم ستراك، الجينيريك نيم اللي هو مكتوب بخط صغير تحت ده 5 ملي جرام في الـ5 ملي، يعني كل 5 ملي فيهم 5 ملي جرام، يعني بمعنى اخر كل ملي فيه 1 ملي جرام، يبقى ده اسمه التركيز الكونسنتريشن. طبعا ده غير الدوز، يعني انا دلوقتي لو الدوز ان انا ادي للطفل من الدواء ده المفروض ان هو على حسب وزنه كده، وبعد ما حسبتها له طلع ان المفروض ياخد 5 ملي جرام من الدواء ده. طب 5 ملي جرام موجودين في كام ملي؟ لان الدواء ده شراب، يعني اديله كام ملي من الدواء؟ 5 ملي جرام موجودين في 5 ملي، يبقى الدواء الطفل ده عشان ياخد الجرعة المطلوبة هديله 5 ملي، يعني 5 سنتي ياخدهم بالسرنجة، يعني بسرنجة كده اجيبها واسحب 5 سنتي واخلي الطفل يشربهم، يبقى هو كده خد الجرعة المطلوبة. انجكشن فوليوم ده الحجم اللي انا هحقنه، يعني انا دواء مثلا هاخده في صورة حقن، برضو ده بيتحسب ملي بركيجي، كل كيلو هديله كام ملي من الدواء، طبعا دي مع الادويه اللي بتتاخد عن طريق الحقن. الموضوع ده بس يعني للقرايه بس نفهمه، هو مش بتيجي اسئله فيه كتير. يعني نيجي لحته مهمه بقى واخر حاجه معانا النهارده اللي هي الدراج ديفلوبمنت، اللي هي المراحل اللي بيمر بيها الدواء عشان ياخد تصريح من الاف دي اي وينزل في السوق. انا دلوقتي لو طلع عالم قال يا جماعه انا اكتشفت دواء لعلاج السرطان مثلا، طب ينزل في السوق كده على طول؟ لا، لازم يعدي بمراحل. اول مرحله اسمها بري كلينيكال تيست، لان انا عندنا مرحله بعد كده اسمها كلينيكال تيست. بري كلينيكال يعني بعملها في حيوانات التجارب، لكن الكلينيكال يبقى بعملها على هيومن بني ادمين. طيب البري كلينيكال تيست دي اول مرحله بعملها عشان
اتوقع الافيكاسي، فاعليه الدواء، والسيفتي، الامان بتاعه في الهيومن. يعني قبل ما اجرب الدواء ده اذا كان فعال وامن في الهيومن، ما ينفعش اجربه على الهيومن على طول، لازم في الاول اجربه على اكسبيرمنتال انيمالز. والله لو طلع فعال وامن في الاكسبيرمنتال انيمالز يبقى هو كده عدى اول مرحله من المراحل اللي هي البري كلينيكال تيست، ويروح داخل على المرحله الكلينيكال تيست بعد كده. الحاجه التانية ان انا بجرب الفارماسيوتيكال تيست. فارماسيوتيكال تيست اللي هي الدوزيش فورم، يعني الدواء بتاعي ده لو هو مثلا كريم او مرهم او قرص او كبسولات، او يعني بشوف الاستابيليتي بتاعته، هل هو ستيبل جوه الجسم مش بيتكسر بسرعه، الفورميوليشن ايه الاحسن، يتاخد اقراص ولا يتاخد كبسولات ولا يتاخد مراهم ولا كريم ولا ايه بالظبط. طبعا دي بجربها على حيوانات التجارب قبل ما اجربها على البني ادمين. والله عدى من المرحله دي يبقى يروح داخل على المرحله اللي بعديها اللي هي الكلينيكال تيست، او اللي بيسموها كلينيكال ترايلز. دي بعملها في مين؟ في هيومنز. ودي بتعدي باربع مراحل، فيز 1 فيز 2 فيز 3 وفيز 4. فيز 1 ببدأ فيها على هيومن بس بيبقوا هيلسي فولنتيرز، بتبقى ناس متطوعين، الشركة بتنزل اعلان بتقول يا جماعة انا عايز حد ناس تتطوع عشان هنجرب عليها دواء جديد. طبعا الموضوع ده مش سهل، شركات الأدوية بتصرف ملايين على الفيزز دي، لأن انت عشان تقنع حد يجي يتطوع وتديله مادة كيميائية مجهولة بالنسبة لنا، لسه مش عارفين ايه مشاكلها وايه اضرارها. احنا جربناها على الحيوانات التجارب وطلعت ان هي يعني امنه نسبيا، بس ما نعرفش ايه ظروفها في البني ادمين، ممكن تكون امنه في الحيوانات التجارب ومش امنه في البني ادمين. فطبعا بيبقى موضوع صعب، وانك عشان تقنع حد يجي بتبقى صعبه جدا يعني، بس بتعرض شركات الادويه مبالغ ضخمه عشان تغري الناس ان هي تتطوع ان احنا نجرب عليها الدواء. المهم ان فيز 1 دي بتبقى هيلسي، ناس مش مرضى، ناس طبيعيين، بديهم الدواء. طب بديهم الدواء ليه؟ عشان اتاكد من طبعا السيفتي، درجة الامان بتاعته احنا اتاكدنا منها في الحيوانات لكن ما اتاكدناش منها في الهيومن، فدي اول مرحلة نتاكد فيها في السيفتي. الحاجة التانية الادفيرس افكتس او السايد افكتس، ايه الاعراض الجانبية اللي ممكن تظهر. الفارماكو كاينيتكس بتاعت الدواء، ايه اخبار الامتصاص بتاعه، ايه اخبار الديستريبيوشن، التوزيع، الميتابوليزم والاكسكريشن، ايه اخباره في الهيومن، دي هنعرفها من فيز 1. طيب الدواء عدى من فيز 1 بنجاح، يدخل على فيز 2. فيز 2 و3 و4 دي بنجربهم على بيشنتس، مرضى. يبقى احنا فيز 1 بس على هيلسي فولنتيرز، لكن الباقيين كلهم على مرضى. بس فيز 2 بنبدأ بسمول نمبر اوف بيشنتس، يعني عدد قليل من المرضى، 100 عيان مثلا تقريبا او 50 عيان نجرب عليهم الدواء. الهدف منها ان انا اشوف نفس الحاجات اللي شفتها في فيز 1 كزيادة تأكيد، سيفتي، فارماكو كاينيتكس، والادفيرس افكتس. خلي بالكم الحاجات دي انا بكررها تاني ليه؟ عشان ممكن تأثيرات الدواء تختلف من شخص مريض عنها من شخص سليم، فلازم اتأكد من الحكاية دي. ممكن الدواء يبقى الفارماكو كاينيتكس بتاعته في الشخص السليم غير في الشخص المريض، ودي وارد جدا لان في بعض الامراض بتأثر على الفارماكو كاينيتكس بتاعت الأدوية، فلازم أكرر نفس الخطوات تاني بس هنا على مرضى. أتأكد تاني من السيفتي، أتأكد من الفارماكو كاينيتكس أخبارها إيه، وأتأكد من الأدفيرس إيفكتس، يعني نفس الكلام اللي هو في فيز 1 بس بالإضافة لكده الإفكاسي، الفاعلية. يعني أنا لو بجرب دواء في علاج السرطان، أجيب مريض عنده سرطان وأديله الدواء بتاعي وأشوف فعلا هيعالج السرطان ولا مش هيعالج السرطان. طب دي ليه ما كانتش موجوده في فيز 1؟ لان ده مريض، ده مش مريض، ده هيلسي يعني ما عندوش سرطان. طب انا هتاكد ازاي ان الدواء ده عالج السرطان وهو اصلا ما عندوش سرطان؟ فدي مش بتبان في فيز 1، بتبان في فيز 2 لان بجربها على مرضى. فيز 3 برضه هي نفس الفكره، بجربها على مرضى بس دي بقى ايه، بوسع دايره الاختبار بتاعتي شويه وبجربها على عدد اكبر من البيشنتس، وبجربها كمان على subpopulation of patient. subpopulation يعني مجموعة مرضى معينين، يعني مثلا مريض بالسرطان بس معاه رينال فيلير، معاه مشاكل في الكلية، مريض بالسرطان بس بريجننت، واحدة في مهم عندها سرطان وحامل، اجرب فيها الدواء واشوف ايه اخباره اثناء الحمل. مريض سرطان وعنده مثلا مشاكل في الليفر،
او مشاكل في عضلة القلب يعني مع مرض تاني، دي اسمها سب بوبيوليشن. يبقى هي نفس المرضى بس سب جروبس. دي ديترماين الافيكاسي، بشوف الافيكاسي بقى في الجروبس. يعني لما يبقى مريض سرطان وعنده مشاكل في الكلية، هل الدواء هيبقى فعال زي المريض اللي ما عندهوش رينال فيلير؟ ونفس الكلام لو هو سرطان وعنده هيباتيك فيلير، عنده مشاكل في الكبد، هل هيبقى فعال زي ما كان فعال في المريض اللي ما عندوش هيباتيك فيلير اللي هو اللي عملناها في فيستو؟ طيب لغاية هنا لو الدواء عدى بكل المراحل دي، بري كلينيكال فيز 1 فيز 2 فيز 3، عدى منها تمام التمام وثبت فاعلية وكفاءة، ينزل السوق وياخد الـ FDA approval. طيب بعد ما نزل السوق بقى وتوزع وشركات التوزيع ووزعته في الصيدليات وانتشر وبدأ يتوزع في البلاد المختلفة، الموضوع بيقف لغاية هنا؟ لا، ده في كمان فيز رابعة اسمها فيز 4، دي بتحصل بعد الـ FDA approval. يعني مش معنى ان الدواء خد FDA approval خلاص ان احنا هنسيبه كده، لا، ده احنا كمان بنتابعه وبنشوف بنقيمه بعد نزوله للاسواق وبعد ما يتم استخدامه بعدد كبير من المرضى. خلي بالكم انا هنا 1000 عيان تقريبا، هنا بقى لما ينزل في السوق بجربه على الاف من العيانين وملايين من العيانين، فيبدا بقى يبان الافيكاسي بتاعته تظهر بقى فور سبيسيفيك انديكيشن. يعني لو مريض بيعالج السرطان تظهر بقى الفعاليه بتاعته، هل فعلا بيعالج السرطان في العدد الكبير ده من البني ادمين من المرضى. الديترماين الدراج يوتيلايزيشن باتر، طريقه الاستخدام، هل في مشاكل حصلت مع الاستخدام بتاع الدواء. المونيتورنج للرير والسيفير ادفيرس افكت، خلي بالكم لو انا عندي ادفيرس افكت رير نسبه حدوثه 1 في المليون، يعني كل مليون مريض استخدم الدواء هيظهر في واحد بس. طب دي ما كانتش هتظهر معايا في فيز 3 لان انا هنا بستخدم برضو 1000 عيان، برضو يعني حتى لو كان موجود مش هيبان، انا عايز على الاقل مليون عيان. فاذا الحاجات الرير تبدا تبان، الحاجات المستخبيه اللي ما كانتش ظاهره معايا في فيز 3 تبدا تظهر في الفيز 4. طب افرض ان انا بعد ما الدواء نزل السوق وراح ظهرت اعراض جانبيه ما كانتش ظاهره في فيز 3، قد يستدعي الامر ان اسحب الدواء من السوق ويحصل حاجه اسمها withdrawal، يعني الدواء ده يسحب من الاسواق وخلاص ما ينزلش تاني. يبقى مش معنى الدواء خد ابروفل ان هو خلاص كده امن بنسبه 100%، لا، ده كمان لسه في مرحله اكبر اسمها الفيز 4، ودي مرحله اسمها الترصد الدوائي، وده برانش في الفارماكولوجي اسمه فارماكو فيجيلانس اللي هي الترصد الدوائي، ان انا بتابع الدواء وبشوف بسجل اي اعراض جانبيه ظهرت عليه، اي مشاكل ظهرت بعد نزوله الاسواق. لو الامور تمام خلاص يكمل، لو في مشاكل جسيمه ظهرت ومشاكل خطيره ممكن قد يصل الامر الى ان انا اسحب الدواء من السوق وما ينزلش تاني. بكده نكون خلصنا يا جماعه الانترودكشن، يا رب تكون اتفهم، ونشوفكم على خير المره الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.